قضايا ينقذ الاهلي من خساره كانت تبقى مستحقه في تاني مباراه على التوالي. موسيماني يقدمها بشكل سيء والاهلي يخرج باداء سيء بتغييرات وتكتيك وشكل في ارض الملعب اسوا مما كان. هنتكلم في كل حاجه النهارده في مباراه الاهلي وطلائع الجيش والاهلي ازاي خرج بالشكل الاول لتاني مباراه على التوالي. هنتكلم في كل حاجه عن الاهلي وعن موسيماني. بس انا هقعد دي وسيله كنز نعمه الله عشان يوصل اكبر عدد من الناس. ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد عشان يوصل 5000 مشترك قبل 2021. يلا بينا نخش بالحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي بدا النهارده بالاربعه 4-2-3-1 اللي بيبدا بيها في كل مبارياته. بدا محمد الشناوي ودايما اشرف ايمن اشرف وبدر بنون على اليمين محمد هاني على الشمال محمود وحيد الدين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه وقاعد جنبه على الدكه اليو ديانج. وده في حاجه مش فاهمها من موسيماني. هل موسيماني بيشيل اليو ديانج دلوقتي الحرج ان هو ينزله يقفل مثلا نص الملعب او يقفله لو هو خسران علشان يضغط على منافس يستخلص الكره بسرعه، ولا موسيماني مش مقتنع اصلا باليو ديانج؟ دي حاجه انا مش فاهمها. اليو ديانج مش بياخد وقت مع الاهلي كتير، اليو ديانج بيشوفه بينزل في اخر دقيقتين، اخر 3 دقائق، اخر ربع ساعه، اخر 10 دقائق، لكن ما بياخدش شوط كامل او ما بياخدش مباراه كامله. ديانج مش عارف هل موسيماني مش مقتنع بيه ولا لا، دي حاجه نعرفها بعدين. بيلعب قدامهم الرباعي الهجومي قفشه واجاييه وحسين شحات، وده بيلعب محمد شريف ومع جنبه النهارده بولي عليك. الاهلي في بدايه خالص في قبل كل حاجه وقبل ما نتكلم في اي حاجه كان في مشكله في عمق الملعب، ودي بانت في اول لقطات المباراه واول لحظات اللقاء. اللي احمد سمير راح انفراد على محمد الشناوي بسبب العمق بتاع الملعب اللي كان فيه مشكله في مباراه النهارده. راح بكذا كوره طلع الجيش من عمق الملعب، كان في مشكله في عمق الملعب. عمق الملعب اللي هو ما بين الاثنين نص الملعب واثنين قلب الدفاع، كان في مشكله في الحته دي. المشكله دي في الحته دي محدش كان فاهم ليه السبب. لعيبه الاهلي تايهه. كنا بنشوف نص ملعب الاهلي كان سيء لدرجه ان احنا مش فاهمها. طب ليه الاهلي سيء في الدرجه دي؟ الاهلي كان بعيد نفس التكرار او بيكرر نفس المشاكل مباراه سيمبا، ان نص الملعب بتاعه ما كانش مميز، نص الملعب بتاعه كان بيتاخد بسهوله. نص الملعب بتاعه لعيبه طلائع الجيش كانوا بيتاخدوا بسهوله، عمرو السيسي ومهند لاشين الاثنين كانوا بيضغطوا على نص الملعب بشراسه، كانوا بيستخلصوا الكوره كتير جدا في نص الملعب الاهلي، وكان ده بيؤدي الاهلي بتلاقي خطوره على مرمى الاهلي. لقيت الكوره بتستخلص من نص الملعب كتير، لعيبه الاهلي بتضيع الكوره كتير، بتعمل بسباص كتير، في تهاون في نص الملعب الاهلي. ده راجع لايه؟ الله اعلم. هل يكون راجع ان اليو ديانج على الدكه وبيلعب بحمدي فتحي والسوليه، مع ان حمدي فتحي من اللعيبه المميزه جدا في نص الملعب، بيقطع الكوره كويس جدا، اجريسيف جدا على المنافس، بيعرف يستخلص الكوره منه بدون فاول، لعيبه مميزه في نص الملعب. بس لماذا التوهان؟ هل عمرو السوليه تايه؟ وممكن التوهان ده راجع لحاجه ثانيه. انا اقول لك الحاجه الثانيه ايه بقى؟ ممكن راجع ان الاثنين نص الملعب بيلعبوا احيانا قصادهم ثلاثه نص ملعب، الاثنين نص الملعب سواء عمرو السوليه وحمدي فتحي او اليو ديانج وحمدي فتحي، بيبقى في مشكله عنده. ليه؟ لان اللاعب صانع العاب ما بيرجعش لسانه الدفاعيه، وده شفناه النهارده. ان قفشه بيتحرك بعرض الملعب مش بيتحرك بطول الملعب، بيتحرك بعرض الملعب. وكنا بنشوف اجاييه هو اللي بيحاول يلعب دور صانع العاب واللي هو ينزل عشان يساند لعيبه نص الملعب. ده كنا شفناه كتير جدا النهارده، ان قفشه بيمين ناحيه اليمين او بيمين ناحيه الشمال، واللي بيقوم بادوار صانع العاب هو اجاييه. وده حاجه ما كنتش فاهمها، لماذا قفشه في ارض الملعب طالما انت مش بتستغله كلاعب صانع العاب ويفيد نص الملعب بتاعك اللي هو يتحول ل 4-3-3 في الناحيه الدفاعيه، ان ينزل قفشه يساعد الاثنين ثنائي نص الملعب؟ طالما مش تلعب بقفشه او مش بتستخدم قفشه في المنطقه دي، كنت الاحسن ان انت تخلي قفشه جنبك على الدكه وتبدا باجاييه كصانع العاب، وتبدا بطاهر محمد طاهر او كهربا على الوينج الشمال، وتلعب بطريقه صريحه او طريقه واضحه او طريقه اللعيبه حافظاها. ولكن التوهان بتاع منطقه الجزاء او التوهان بتاع هجوم الاهلي او خط هجوم الاهلي فضل مستمر حتى نهايه المباراه تقريبا. محدش عارف دوره ايه، قفشه يلعب صانع العاب ولا هيلعب وينج، اجاييه يلعب صانع العاب ولا هيلعب وينج. حتى محمد شريف النهارده كان سيء. اي نعم مفيش كور جات له كتير، او الكور اللي كانت جات له كان بيتصرف فيها وحش جدا. محمد شريف النهارده من اسوء لعيبه المباراه بصراحه من وجهه نظري، لعيب من اسوء لعيبه المباراه. لعيبه النهارده كانت تايهه، والتوهان ده ادى ان يبقى في المباراه تبقى في كفه متوازنه، اللي انت مش عارف مين افضل، هل طلائع الجيش ولا الاهلي. وده ادى ان احنا نقول كمان ان طلائع الجيش قدم شوط اول مميز جدا على النادي الاهلي، لان طلائع الجيش كنا بنشوفه بيحاول على مرمى الاهلي، بيسجل في مرمى الاهلي، الاهلي بيسجل الجول التعادل من كوره وخطا فادح من لعيبه الدفاع بتاع طلائع الجيش. دفاع طلائع الجيش ساب اجاييه لوحده خالص، اجاييه طلع حط الكوره ركبها وحط الكوره في الجول، ولكن قبلها طلائع الجيش هو الافضل. هو اللي بيستخلص الكوره بكل سهوله، هو اللي بيستخلص الكوره بسرعه، هو اللي عارف يحجم النادي الاهلي، هو اللي عارف يبقى خطر على النادي الاهلي، عكس النادي الناحيه الثانيه بيحاول على استحياء.
لعيبه بتحاول بتلاتة شخصيه، شوطه من بره المنطقه من نايم اشرف، شوطه ثانيه من حسين الشحات، شوطه من حمدي فتحي، بيحاولوا يخترقوا بالتسديدات مش بتمريرات على الارض او تمريرات من عمق الملعب او تمريرات من على الاطراف. كان موسيماني بيحاول يلعب الحته دي زي ما عمل في مباراه، مش فاكر بصراحه مباراه ايه بالظبط، بس المباراه كان بيحاول يدخل الوينجات لقلب الملعب ويسيب الاطراف بتاعته مفتوحه والاطراف بتاعته هي اللي ترفع بره. كان مباراه المريخ في دوري ابطال افريقيا في استاد القاهره لما المريخ كان حاول يلعب الزون ديفنس ودفاع كومباكت عشان يقفل المساحات ويقفل على الاطراف، موسيماني فكر كويس ودخل الوينجات لقلب الملعب عشان يلخم الباكات ويلخم المدافعين ويسيب الاطراف مفتوحه للباكات بتاعته. النهارده كان بيحاول يعملها ولكن طلع جيش كان اذكى من موسيماني، او حميد باسيوني كان اذكى من موسيماني، انه كان بيخلي اللاعب اللي بيطلع على الخط ما بيقابلش لاعب واحد، لا بيقابل لاعب وبيقابل اثنين وممكن كمان يقابل ثلاثه، وده كان مخلي محجم النادي الاهلي كتير النهارده، كان مخلي النادي الاهلي كتير مش عارف يواكب او مش عارف يخترق طلائع الجيش. قدر يدخل الشوط الاول متعادل مع طلائع الجيش، دخل الشوط الثاني لطلائع الجيش تقريبا نفس الشكل ونفس السيناريو. طلائع الجيش النهارده يستحق الفوز، ما يستحقش الخساره تماما بالاداء اللي عمله ضد النادي الاهلي. اداء الاهلي كان يؤكد ان هو يستحق الخساره، ما يستحقش ولا التعادل ولا الفوز، يستحق الخساره. ولكن اجيه هو انقذ موسيماني وانقذ الاهلي، اجيه هو اللي كان بارز النهارده، هو اللي كان بياخد كوره يقف على الكوره يلم يعدي يستحوذ على الكوره يحجز على الكوره لحد ما اللعيبه تفتح له يبتدي يمررها. انا قلتها وهقولها تاني، اجيه هو القطعه اللي كانت مفقوده في هجوم النادي الاهلي. اجيه كانت القطعه المفقوده في هجوم النادي الاهلي، اجيه من ساعه ما رجع في مباراه بالميرس لما نزل في كاس العالم للانديه وهجوم الاهلي ابتدى يبقى فيه نشط اكتر، هجوم الاهلي بقى نشط اكتر، هجوم الاهلي بيوصل للجون اكتر. اجيه بيهدف الاهلي، هدفك النهارده جولين كسبك المباراه. اجايه النهارده لولا اجايه في الملعب في المباراه كان الاهلي ما قدرش يسجل اهداف النهارده بسبب العقم الهجومي، سواء من محمد شريف او ولتر بواليا او اي لاعب من اللعيبه الهجوميه. اجايه حللك كل ده، كانت فعلا القطعه المفقوده في هجوم النادي الاهلي. ان برضه في الناحيه الدفاعيه ايمن اشرف وبدر بنون لعيبه كبار، لعيبه مميزه جدا، كان ايمن اشرف النهارده قدم مباراه من اسوء مبارياته من وجهه نظري. النهارده محمد الشناوي، لولا محمد الشناوي ولولا اجايه مع الاهلي النهارده كان الاهلي خرج من المباراه خساره 2-3 مستريح. في اول لحظات اللقاء احمد سمير بيروح انفراد على الشناوي، الشناوي بيشيلها. عمرو جمال بيشوط على الشناوي بدماغه، الشناوي بيشيلها. الشناوي النهارده انقذ الاهلي في كذا كوره وانقذ الاهلي من كذا موقف. لولا الشناوي النهارده كان الاهلي ممكن يخرج خسران المباراه بكل سهوله، لان طلع الجيش قدم مباراه كبيره على النادي الاهلي. قدم مباراه كبيره، قدر يكسف موسيماني، قدر يحرجه في ارضيه الملعب. انا من وجهه نظري ان موسيماني داخل على مرحله شك. هل موسيماني كويس ولا لا؟ هل موسيماني هينجح ولا لا؟ ده اللي داخل عليه موسيماني الفتره الجايه من وجهه نظري انا. موسيماني داخل على مرحله شك، هل هو كويس؟ هل هو مفيد؟ هتقول لي يا معلم مدرب نتائج، ونتائج موسيماني فوق الممتاز. اقول لك انا معاك في كل الكلام ده، ان مدرب نتائج وفوق الممتاز، ولكن موسيماني حقق انجازات وحقق نتائج على المستوى القريب. ما شفناش موسيماني موسم كامل مع النادي الاهلي، ما شفناش موسيماني جاي من بدايه موسم علشان يكسب بطولات من اول الموسم، لا، احنا شفنا موسيماني جاي من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، شفنا موسيماني بيلعب نهائي دوري نهائي كاس مصر على طول او نصف نهائي ونهائي كاس مصر على طول، بنشوف موسيماني بياخد درع الدوري على الجهاز لان بدر كسب اهلي الدوري السنه اللي فاتت من الدور الاول. فموسيماني الانجاز اللي عمله او الانجاز اللي يحسب له هي بطوله افريقيا وكاس عالم الانديه وكاس مصر، لانه جه بس البطولات اللي جه. انا مش منتقد موسيماني او مش بقلل من انجاز موسيماني، لكن موسيماني فعلا جه في المراحل الاخيره من البطولات، ما جاش من اول البطوله. هنشوف السنه دي دوري ابطال افريقيا من اول البطوله هيعمل ايه، هنشوف السنه دي في دوري مصر من اول البطوله هيعمل ايه. موسيماني انا من وجهه نظري مدرب انا مش قادر احكم عليه هل هو مدرب سيء او مدرب وحش، انا احكم عليه بال 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 بالميت المباراه اللي جايه او 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 ثلاث اربع خمس مباريات بكثير، وانا هبتدي احكم على موسيماني هل هو المدرب الافضل، يعني المدرب المميز اللي يمسك النادي الاهلي، ولا موسيماني من المدربين الهجاصين اللي عدوا في تاريخ النادي الاهلي. اي نعم نتائجه كويسه، ولكن مدرب عنده شويه علامات استفهام كبيره. قاعد لعيبه جنبه على الدكه لماذا مش عارف، معاه النهارده جنبه طاهر محمد طاهر وكهرباء لماذا لا مش عارف. حتى التغييرات اللي عملها تغييرات غريبه،
تغريبات من وجهه نظري غريبه في مباراه النهارده. حمدي فتحي اللاعب الدستروير، اللاعب اللي بيقف في نص الملعب نمره 6، اللاعب قاطع الكرات، اللاعب حسيت ان غاب في نص الملعب، اللاعب اللي بيحاول يضغط على لعيبه نص الملعب بتاع طلائع الجيش، اللي بيحاول يلم من ورا المدافعين، اللي يحاول يخلص الكره من نص الملعب، اللي يحاول يرجع لك الاستحواذ من تاني، بتسحبه من ارضيه الملعب وتلعب باثنين نص ملعب هجومي قدام فريق منزل لك الناحيه الثانيه. فرانك ستيفن لاعب كاسه الغام بكل معنى الكلمه، نزل لك قفشه ونزل لك السوليه، يعني حمدي فتحي والسوليه كانوا الاثنين في ارض الملعب وكانوا سيئين او كانوا فاقدين الاستحواذ بنسبه كبيره، وكمان نص الملعب كان بتاخد منهم، فانت كمان بتلعب اثنين نص ملعب هجوميين منهم قفشه اللي هو ما بيعرفش يدافع بنسبه كبيره، بتلعب نص الملعب ده معاهم السوليه، ادى ان فرانك ستيفن يكتسح نص ملعب الاهلي. نص ملعب الاهلي في نهايه المباراه اكتسح. الاهلي في مباراه النهارده طلائع الجيش ما جاش غير في اخر خمس دقائق، الاهلي ما راحش استاد السلام غير في اخر خمس دقائق في المباراه. موسيماني تغييراته خاطئه من مباراه سيمبا، والنهارده برضه عمل نوعا ما تبديلات خاطئه، وهل موسيماني هيفضل ماشي على نفس النمط ده؟ الله اعلم، ولكن انا من وجهه نظري ان موسيماني مشي على نفس النمط ده والفلسفه الزياده بتاعته والتغييرات الخاطئه والتغييرات المتاخره والاداء اللي احنا بنشوفه النهارده الاهلي، ان الاهلي هيسقط نقط كتير في الدوري السنه دي. في الاول لقد اخذت رايي انا في مباراه الاهلي وطلائع الجيش، مبروك لكل الاهلاويه على فوز طلائع الجيش النهارده، ونعمل وجهه نظر انا ان فوز غير مستحق، ولكن مبروك لكل الاهلاويه. وقول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعاتك الاهلي القادر مع موسيماني على تحقيق نتائج كبيره ونتائج مميزه الموسم دون، ولا موسيماني ممكن ياخد بطوله ولا اثنين ويمشي في اخر الموسم؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو حلقه جديده تشترك باللايك، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وعلى الجرس عشان يجي له كل جديد عشان يوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021، وتابع السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام بنتكلم كل حاجه هناك، روح تابعوني هناك واعمل لي فولو او اد، ومش عارف فيسبوك وتويتر وكمان مع مصطفى في الحلقه الجايه. سلام.